مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح. هذا الفيديو راح نرسم بالالوان الزيتيه. راح نرسم عين، فيكم تستخدموا اي الوان زيتيه عندكم، وراح نستخدم كمان الريشه رقم 1 وريشه رقم 4. بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من الفيديوهات اللي عم اقدم لكم اياها، وما تنسوا تدعموني بلايك وكومنت وتعملوا شير للفيديو اذا عجبكم. واي حدا مش مشترك بالقناه يشترك بالقناة إذا عجب الفيديو، وأهلا وسهلا فيكم. رأيكم بهمني كتير، بتمنى تحطوا لي رأيكم بالكومنتات، وما تنسوا تدعموني، وميرسي كتير لكم. إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من الفيديو اللي عم أقدم لكم إياه. Thank you.
بس كتير لكم على مشاهدة الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، وما تنسوا تعطوني رأيكم وتحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب. مرسي كتير لكم.